إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم. والمراد به العلم الشرعي، أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الدنيا فللدنيا، لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله. لأن هذا الدين قام بأمرين، قام بالعلم والبيان، وبالسلاح بالسيف والسنان. حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، والجهاد في سبيل الله مبني يعني بالسلاح مبني على العلم. لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، واحتراما له وتعظيما له،